خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية. هجوم إسرائيلي على الأغلب أدى إلى إسقاط عشرات الضحايا في لبنان وآلاف المصابين. هجوم وصف بأنه سيبراني، البعض يصفه بأنه عملية تفخيخ لأجهزة اشتراها حزب الله ووزعها على قواعده وعلى كوادره، وهناك من يقول إنه هذه تكنولوجيا جديدة، قدر من الإشعاع الذي يوجه ناحية تلك الأجهزة ويؤدي إلى تفجير بطاريات الليثيوم الموضوعة فيها. هناك سيناريو ثالث في غاية الغرابة، إنه هذه أسلحة من نوع خاص لم يصل نبأها إلى العامة من أمثالنا بعد، أسلحة سرية فيها استهداف مباشر لأرقام بعينها، لذبذبات بعينها عن طريق تكنولوجيا لا نعرف لها أولاً من آخر، ليست حتى هذا الإشعاع وتلك الموجات التي نتبجح قائلين إننا نعرفها. هناك سيناريوهات متعددة. الثابت مشاهدي الكرام أننا في انتظار نتائج التحقيقات، وأنا متأكد أن السلطات اللبنانية ما تنفك تحقق في هذا الشأن وستصل إلى طبيعته على الأقل، تماما كما تحاول أن تصل منذ سنوات إلى طبيعة انفجار مرفأ بيروت وطبيعة أشياء كثيرة أخرى تبدو غامضة للغاية في لبنان. هذا الغموض يؤرقنا جميعا، لأنه إن كان هناك سلاح سري لا نعرف عنه شيئا فعلينا أن نقلق، علينا أن نخاف، علينا أن نذهب إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وأن نقول له إن إسرائيل تتجبر علينا بأسلحة لا نعرف لها رأسا من رجلين، أسلحة غامضة تجعلنا نشعر بالرعب كلما أمسكنا بهواتفنا وبأجهزتنا النقالة. تصرف سيد غوتيريش أرجوك، الأمر أكبر بكثير من لبنان ومن الضحايا الذين أسقطتهم إسرائيل في لبنان، الأمر يمس أمننا جميعا، ليس فقط في هذا الإقليم المنكوب بإسرائيل، يمس أمن كل البشر في كل مكان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلاح الجو بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة على جنوب لبنان، وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية حتى الآن تستهدف بلدات في محيط مجرى نهر الليطاني بعمق الجنوب اللبناني، لافتا إلى تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان. أفاد إعلام إسرائيلي بإطلاق أكثر من 40 صاروخاً باتجاه المستوطنات الشمالية خلال الساعات الأخيرة، منها 20 صاروخاً استهدفت الجليل الغربي، وأضافت أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي شلومي وحانيتا بالجليل الغربي. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية موقعي حانيتا ورامية الإسرائيليين وحقق إصابات مباشرة، مضيفا أنه استهدف ثكنة زرعيت الإسرائيلية برشقة صاروخية، كما استهدف موقعي المطلة والسماقة بالأسلحة المناسبة. وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد أكد في كلمة له أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأن ما قامت به مجزرة تستحق الرد، وأوضح نصر الله أن الحزب لن يحدد شكل ونوع الرد على إسرائيل
وسيتم ترك الأمر مفتوحا، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تتعمد قتل الآلاف بتفجير أجهزة الاتصال، وأن عددا من أجهزة بيجر الخاصة بأعضاء الحزب كانت خارج الخدمة أو لم يتم توزيعها بعد. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم إنه لا يوجد أي تغير في الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، محذرة أن أي هجوم من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة لن يكون مفيدا. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن الهجمات الإسرائيلية الأحدث في لبنان، والتي تضمنت تفجير أجهزة اتصال لاسلكية بيجر وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى تتبع جماعة حزب الله اللبنانية. الآن أرحب بزملائي الكرام من مرج عيون جنوب لبنان، الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، ومن بيروت مصطفى عبد الفتاح كذا مراسلنا في العاصمة اللبنانية، ومن العاصمة الأمريكية واشنطن الزميل الكريم رامي جبر مراسلنا هناك. مرحبا بكم زملائي الكرام، وأبدأ من مرج عيون، كيف يبدو الحال لديك أخي؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل الهدوء الحذر يسود أجواء الجنوب اللبناني بعد سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق في عمق الجنوب اللبناني، وتحديدا في محيط مجرى نهر الليطاني، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق عشرات الطائرات الحربية التي نفذت عشرات الغارات، ربما أكثر من 50 غارة جوية حتى الآن في عمق الجنوب اللبناني في بلدات كسرت العروض وجبل مرتفعات جبل الريحان وعدد من المناطق الأخرى مثل المحمودية التي تقع خلف هذه المناطق التي نقف فيها الآن، علما بأن هذا هو عمق الجنوب في اتجاه شمال الدولة اللبنانية، وتحديدا في منطقة الشرق الدولة اللبنانية باتجاه الشمال. فبالتالي هذه المناطق تعرضت إلى سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مدار الساعات الماضية. هذه الغارات استمرت أكثر من نصف ساعة، نفذت فيها هذه الغارات الجوية التي استهدفت هذه المناطق في موجة هي الثانية منذ الصباح، حيث كانت هناك موجة أولى من الغارات الجوية التي استهدفت عدة مناطق، ولكن الموجة الأولى استهدفت البلدات الحدودية على طول الشريط الحدودي بين لبنان والمناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أما الموجة الثانية فكانت في عمق الجنوب اللبناني. بالتزامن مع ذلك أو تأتي هذه الغارات بعد 17 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في وتيرة عالية للعمليات، ربما لم يصل الحزب عملياته إلى ذروة العمليات التي كان قد وصلها في أوقات سابقة، ولكن هذا الرقم 17 عملية في يوم واحد من أكبر الأيام التي نفذ فيها حزب الله عمليات. وربما ما يميز هذا اليوم أن هذه العمليات أغلبها عمليات نوعية حتى في المواقع التي الموجودة أو المتخمة للحدود اللبنانية الجنوبية وليست في العمق. على سبيل المثال بدأ الحزب عملياته باستهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في موقع المرج بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، لأنه بدأ وأنه كمين لجنود جيش الاحتلال في موقع المرج. آخر العمليات هو استهداف موقع المطلة، هذا الموقع الذي سبق وأن تم استهدافه، ولكن هذا الاستهداف كان بسبع صواريخ من طراز فلق. هذه الصواريخ شديدة الانفجار والتي تستخدم لأول مرة بهذه الكثافة أو بهذا الحجم تجاه موقع المطلة أو مستعمرة المطلة المتاخمة للحدود اللبنانية الجنوبية وتحديدا في القطاع الشرقي. فمثلما صعد جيش الاحتلال من هجماته وعملياته، أيضا وجدنا تصعيد من قبل حزب الله، وخصوصا أن هذا التصعيد اليوم كان مفاجئا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لأن هذا التصعيد في اليوم التالي لما بات يوصف بمجزرتي الثلاثاء والأربعاء، والتي راح ضحيتها عدد كبير من عناصر حزب الله، وأيضا نعم أصيب آلاف العناصر والمناصر والمدنيين في الجنوب. فبالتالي كانت وتيرة العمليات اليوم كبيرة ومفاجئة من الجنوب اللبناني. أيضا أنت ومصطفى في بيروت أبديتما قدرا كبيرا من القلق
نقلا عن المواطن اللبناني بشأن اليوم الثالث. كانت هناك خشية من أن يكون الاستهداف في اليوم الثالث للأجهزة المحمولة الأخرى، الهواتف مثلا أو شيء من هذا القبيل. ماذا حدث اليوم نتيجة هذا الخوف لدى المواطن اللبناني يا أحمد؟ نعم، ربما ما حدث اليوم، قام الجيش اللبناني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بتجميع كافة الأجهزة، سواء أجهزة البيجر أو أي الأجهزة الأخرى مثل آيكوم وغيرها من وسائل التواصل اللاسلكية، وقام بإعدام هذه الأجهزة ودعا المواطنين أيضا إلى الإبلاغ عن أي جهاز مشبوه. وبات وصف أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان الآن هي أجهزة مشبوهة، لدرجة أن المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أصدرت قرارا بحظر نقل أي جهاز اتصال لاسلكي على الطائرات أو دخوله المطار أو شحنه من أول. لكن ليس الهواتف يا أحمد، التحرير الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، ليس الهواتف، ولكن حالة القلق ربما لا تزال سائدة أيضا في الشارع اللبناني، لأن هذا الأمر ربما وفقا للمعلومات الأولية أنها عملية مفخخة، تم تفخيخ عدد من الأجهزة التي دخلت إلى لبنان خلال الآونة الأخيرة، فبالتأكيد هناك مخاوف، لا أحد يعلم مصدر هذه الأجهزة، وخصوصا أنه وفقا للمعلومات الأولية والمتداولة في الشارع اللبناني أنه بعد البحث والتحري تم الكشف أن هناك شركة وسيطة هي من قامت بتدبير هذه الشحنة. والأمين العام لحزب الله تحدث اليوم وقال أن هذا الأمر محل بحث وتحقيقات أمنية، وأيضا فيما يتعلق بسلسلة الإمداد وكافة الأمور بدءا من تصنيع هذه الأجهزة وحتى دخولها إلى لبنان وحتى توزيعها أيضا لعناصر حزب الله. فكل هذه الأمور مسار شك، وبالتالي بدأ الشك يصل إلى أجهزة أخرى أو قطاعات أخرى فيما يتعلق بهذا الشأن. اسمح لي أن أذهب بهذه النقطة إلى زميلي مصطفى عبد الفتاح في بيروت. كيف استقبلت كلمة السيد حسن نصر الله لديك في بيروت يا مصطفى؟ يعني منذ بداية الأحداث وبداية الهجمات السيبرانية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، سواء كانوا من العناصر التابعة لحزب الله أو من المدنيين، هذه العناصر التابعة لحزب الله والتي غالبا سيكون لها النصيب الأكبر من هذه الإصابات، ربما ستتجاوز 80 أو 85% من تلك الإصابات التي نستطيع أن نجملها فأنها تجاوزت 3000 مصاب حتى الآن وفقا للتقديرات التي أعطتها وزارة الصحة منذ تلك العمليات. وهناك يعني توقعات وتكهنات وانتظار لأن تكون كلمة الأمين العام لحزب الله هي كلمات تدل على يعني الرد المنتظر وسرعة هذا الرد، وكثيرا من الشارع اللبناني ما يعول على هذه الكلمة للأمين العام لحزب الله، والآن ما زالت هذه الأمال معلقة بأن يكون هناك رد من قبل حزب الله على ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك للسيادة اللبنانية وانتهاك للمدنيين اللبنانيين. الأمر لم يقتصر فقط على العناصر التابعة لحزب الله ولكنها أيضا امتد إلى اللبنانيين بشكل عام، لذلك فالتعويل على الرد القادم من قبل حزب الله ما زال موجود على الأرض هنا في الشارع اللبناني وتحديدا في العاصمة اللبنانية بيروت، رغم الاختلافات الموجودة والاختلافات في الشارع اللبناني. يعني محمد كما تعرف هي موجودة ودائما ما تظهر في كل النقاط السياسية، ولكن على أي حال فإن الأمال ما زالت معقودة على الكلمة التي ألقى بها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبكل تأكيد فإن هناك من يؤيد أن تكون هذا أن يكون هذا الرد شافي لما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك على كثير من المدنيين، بل آلاف من المدنيين اللبنانيين سواء كانوا من التابعين لحزب الله أو من المدنيين العاديين مثل المهندسين والأطباء وفرق الإسعاف والدفاع المدني، بالإضافة أيضا إلى سقوط عدد وعشرات من الضحايا الذين كان لهم أثرا سلبيا في نفوس اللبنانيين، والشارع اللبناني ما زال يعيش حالة من حالات الحزن حتى الآن. مصطفى، تابعت بعض الصفحات اللبنانية خلال اليومين الماضيين، وأنت تعرف أهلنا في لبنان دمهم خفيف ويحبون أن يحولوا المأساة إلى ملهى. كانت هناك نصائح في تلك الصفحات، ضعوا هواتفكم في البراد في الثلاجة لأنها معزولة ولأنها تبرد هذه الهواتف
ولا يمكن أن تصل إليها إشارة التفجير، أشياء من هذا القبيل. ما الذي فعله اللبنانيون في يومهم وهم معرضون لخطر تفجير هواتفهم التي يحملونها إلى جوار قلوبهم يا مصطفى؟ يعني التساؤلات لدى الشارع اللبناني ما زالت موجودة حتى الآن، وإن كان يتم التعامل معها بشكل من الفكاهة. هذه التساؤلات التي ما زالت موجودة نظرا لما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنويع في العملية السيبرانية التي نفذتها على الأراضي اللبنانية، وأيضا هذه العملية التي تغيرت من خلالها آليات كثيرة ووجهات نظر كثيرة في الشارع اللبناني. من استطاعة قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تصيب المدنيين في بيوتهم، ولكن مع كل هذه المخاوف الموجودة لدى اللبنانيين، ولكن بعد حدوث هذا الأمر ويعني هدوء الأوضاع ولو نسبيا، بدأت بعض المزحات والفكاهة التي تتحدث وتطالب الجميع بأن يحذر من يعني الموبايلات أو الهواتف المحمولة وكل هذه الأشياء، لدرجة أن بعض الناس في الشارع العادي كانوا يحذروننا أثناء العمل من حمل الهواتف المحمولة، وأننا نعمل دائما بالهواتف المحمولة في شكل فكاهي. كل هذه الأمور موجودة، وهي إن دلت على شيء فهي تدل على استطاعة الشعب اللبناني الذي استطاع رغم كل الصعوبات الماضية والحالية، سواء كانت الظروف الاقتصادية والأزمات الداخلية والخارجية، أن يتعايش مع الموقف. وهذا هو ما يؤكد على أن هذا الشعب اللبناني يعي جيدا أهمية الحياة، ويعرف ويقدر كيف يستطيع أن يعيش. ولا يستطيع إرهاب مهما كان أن يحرمه من هواتفه يا مصطفى. أذهب الآن إلى واشنطن حيث الزميل الكريم رامي جبر. يا رامي، لديك تلك العقول الفذة التي نثق في قدراتها التحليلية، كيف فسروا ما فعلته إسرائيل باللبنانيين خلال الساعات 48 الماضية؟ ما السيناريو الذي تميل إليه العقول المتفحصة في واشنطن؟ مرحبا محمد. على المستوى الرسمي ليس هناك لدى المسؤول الرسمي في الولايات المتحدة ما يقوله إزاء هذا الأمر. كل الدوائر الرسمية رفضت التعليق على هذه الأحداث بالسلب أو بالإيجاب، ورفضت التعليق على من يقف وراءها، بالإضافة إلى مقالات وزارة الخارجية أنها تجري الآن تقييمها الخاص وأنها لن تفصح عن أي من عناصر هذا التقييم. يعني هل يا رامي هل هناك ذرة حياء في وجه من ينكر أن إسرائيل هي التي ارتكبت هذه الجريمة؟ أنا أراه أمرا في غاية الوقاحة في الحقيقة. حاولنا في الحقيقة كصحفيين الضغط على كل المتحدثين الأمريكيين من خلال الأسئلة، وهذه هي الحيلة الوحيدة التي نملكها. نحن صحفيون ولسنا صناع قرار، كل ما لدينا هو السؤال، وفي النهاية ننتظر الإجابة، ودائما ما تأتي الإجابة نفسها. استمعت اليوم إلى المؤتمر الصحفي الخاص بالخارجية الأمريكية للمتحدث ماثيو ميلر، وشاهدته بالكامل وكأنني أشاهد نفس المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس، نفس الأسئلة بنفس الإجابات، يعني حتى أنني اعتقدت أنني أشاهد خطأ المؤتمر الصحفي ليوم الثلاثاء، ولكني تأكدت أنني بالفعل أشاهده على الهواء مباشرة، وهو الخاص باليوم الخميس 19 من سبتمبر. ولكن لم تختلف إجابات ماثيو ميلر في كل مرة من نفي معرفة الولايات المتحدة بأن يقف وراء مثل هذه الهجمات. ولكن دعني أخذك بعيدا قليلا عن الدوائر الرسمية التي لا نفع منها حتى الآن، ولنذهب إلى الصحافة الأمريكية التي لديها بالفعل ما يشبه التأكيدات بأن إسرائيل تقف وراء هذه الهجمات التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء. ونيويورك تايمز من خلال استطلاع لبعض آراء الخبراء والمسؤولين استطاعت أن ترسم سيناريو لما حدث على الأقل فيما يخص انفجارات أجهزة البيجر، وأن يعني بحسب نيويورك تايمز فإن الأجهزة التي تم استيرادها من تايوان وهي في طريقها إلى لبنان مرت بشكل ما على الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وكذلك على جيش الدفاع الإسرائيلي في عملية مشتركة، وقامت بالعبث بهذه الأجهزة ووضعت فيها كمية صغيرة من المتفجرات
أو المواد المتفجرة لا تتجاوز 50 جراما في الجهاز الواحد، وهي يعني وزن لن يشعر به أي شخص، لن يشعر بأي اختلاف، بالإضافة إلى شريحة رقيقة جدا هي عبارة عن جهاز استقبال إشارة للتفجير عن بعد. وبمجرد دخول هذه الأجهزة إلى لبنان وبدء عناصر حزب الله في استخدامها، رصدت إسرائيل هذه الإشارات استقبال وإرسال من هذه الأجهزة، فضغطت زر التفجير وحدث ما حدث يوم الثلاثاء. هذا هو التفسير الذي جاءت به نيويورك تايمز، هذا هو أيضا التفسير. عفوا رامي، ما هو مصدر نيويورك تايمز؟ خبراء ومسؤولين لم تفصح عنهم بالطبع ولن يذكروا أسماءهم، ولكن أنا فقط أحاول أن أستعرض ما ينتشر هنا في الإعلام الأمريكي. يعني في الإعلام الأمريكي يبدو أن الجميع يعلم أن إسرائيل هي من تقف وراء ذلك، لكن في النهاية المسؤول الرسمي مكبل بالكثير من القيود التي تمنعه أن يفصح عن شيء لم يصرح به رسميا، لأن إسرائيل كما نعلم حتى الآن لم تعترف بمسؤوليتها ولم يعني تحدد مسؤوليتها عن ذلك، وبناء عليه الولايات المتحدة لا تزال كما يقول المسؤولون في مرحلة جمع المعلومات. فنستطيع التلخيص والقول إن الإدارة الأمريكية يا إما لا تعلم يا إما أنها تعلم ولا تريد أن تقول. يا رامي أشكرك شكرا جزيلا، هذا ختام بديع في الحقيقة، إما لا تعلم أو أنها تعلم أنها تدعي أنها لا تعلم. رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، أشكرك جزيل الشكر، وكذا أشكر زميلي الكريمين من بيروت مصطفى عبد الفتاح، ومن مرج عيون بالجنوب اللبناني الزميل الكريم أحمد سنجاب. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن موقف الولايات المتحدة ثابت ضد كل التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله اللبناني. وأضاف جان بيير أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل لوقف التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وإن واشنطن ما تزال ترى إمكانية تحقيقه، وأشارت إلى مواصلة العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بديلة للسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى ديارهم، مؤكدة أن وقف إطلاق النار في غزة سيعمل على خفض التوترات بالمنطقة. أرحب الآن بضيوفي الكرام من بيروت، سيادة العميد منير شحادة منسق لبنان السابق لدى اليونيفيل، ومن واشنطن إيفان آيلاند كبير باحثي معهد الاستقلال، وكذا من العاصمة اللبنانية يشرفنا كما أشرت سيادة العميد منير شحادة، وأحب أن أبدأ معه. سيادة العميد، قل لي ما السيناريو الذي تميل إليه بشأن ما حدث الثلاثاء والأربعاء من جريمة إسرائيلية بحق اللبنانيين؟ نعم، تحية لك ولضيفك من أمريكا. ولكن يعني كان هناك سيناريوين يجري التداول بهما، أن الجريمة حصلت بتفجير البطارية اليوتيوب بطريقة سيبرانية أدت إلى هذه الخسائر، وهناك رواية أخرى تقول أن هذه البيجرات تم تفخيخها من قبل الموساد الإسرائيلي ببضعة جرامات من المتفجرات الحديثة التي لم يحدد حتى الآن ما هو نوعها، وكمان وضعت بطريقة مختلفة لا يمكن كشفها ولا بأي متحسسات ولا بأي سنسورات ولا بأي سكانرات. تمكنت إسرائيل أو الموساد الإسرائيلي من خرق هذه الهواتف يا أما أثناء تصنيعها أو أما توضيبها أو أثناء شحنها. وعندما تم توزيعها على العناصر في لبنان، عناصر المقاومة، حين حدثت هذه الجريمة تم إرسال رسالة إلى هذه الأجهزة البيجرات، اضطر حامل هذا الجهاز أن يمسك الجهاز بيده ويضعه أمام وجهه لكي يقرأ ما هي الرسالة. بهذه اللحظة انفجرت هذه الأجهزة في نفس الوقت،
مما ادى الى تشوه في الوجه وفي اليدين، لذلك اغلب الاصابات كانت في الوجه وفي اليدين. ومن بقي جهازه على خاصرته اصيب بخاصرته، ومن كان جهازه يعني بقربه على طاوله فاصيب باصابات بسيطه. السيناريو الارجح حتى الان وما رشح من التحقيقات انه تم تفخيخ هذه الاجهزه وليس ناتج عن تفجير البطاريه الليثيوم. بطارية الليثيوم لا تؤدي إلى هذا الانفجار الذي سبب هذه الأضرار، لذلك الفرضية الأرجح حتى الآن هي أن إسرائيل تمكنت، الموساد الإسرائيلي تمكن من الوصول إلى هذه الأجهزة قبل أن تصل إلى لبنان، يا أما في المصنع، يا أما أثناء التوضيب، يا أما أثناء الشحن. هذا هو السيناريو الأرجح حتى الآن. هل سيادة العميد هناك احتمال بأن تكون هناك تكنولوجيا عدوانية حربية لا نعرفها يمكنها أن تفجر الأجهزة عن بعد؟ هل هذا أيضا، هل هذا أمر ينبغي أن يقلقنا سيدي؟ هي علميا حتى الآن لا، حتى الآن علميا لا يمكن تفجير أجهزة بيجر أو حتى أجهزة الاتصال كالهاتف النقال الذكي بهذه الطريقة. بكل الأحوال يعني المشاهد التي عرضت للانفجارات التي حصلت مع بعض الكوادر للمقاومة يعني تؤكد أن هذا الانفجار ناتج عن حشوة متفجرة وليس بطارية التليفون، لأنه بطارية الليثيوم إذا انفجرت لا تؤدي إلى هذا العصف. يعني كل من انفجر به هذا الجهاز عصف الانفجار ما أوقعه أرضا وليس الألم أو الإصابة، وهذا واضح. يعني لابد أن تكون شحنة. صحيح. وشحنة وضعت بدقة وبحرفية لا يمكن كشفها بالأجهزة المعمول بها التي تكشف المتفجرة. هذا يعني شبه مؤكد حتى الآن. لا نريد أن نستبق التحقيقات التي تجري من قبل السلطات اللبنانية ومن أمن المقاومة، ولكن هذه هي الفرضية الأرجح حتى الآن والمعلومات الشحيحة التي وصلت حتى الآن عن سبب هذا. سيادة العميد، أنت رجل أمن أم أنك جندي مقاتل؟ أنا مررت بكل المراحل. أنا كنت مقاتلا، وصلت إلى مرحلة الأمن، ثم إلى مرحلة المحكمة العسكرية، ثم مفاوضا مع العدو الإسرائيلي في الاجتماعات الثلاثية، ثم رئيس الوفد المفاوض مع العدو الإسرائيلي في الناقورة. هكذا أنهيت حياتي العسكرية. يسعدني جدا أنك تمتلك هذه الحزمة الكبيرة من الخبرات، لأنني أريد أن أسألك، من المقصر يا أخي؟ نعم، لا ننكر أنه كان هناك خرقا أمنيا بالنسبة للمقاومة. أولا نبدأ منذ البداية، كيف علمت إسرائيل أن المقاومة بصدد شراء أو استخدام هذه الأجهزة البيجر؟ من أين كان؟ إن من المجر أو من إندونيسيا أو من تايوان أو من أي مكان في العالم؟ يعني من هنا تبدأ الخرق الأمني، أن الموساد الإسرائيلي علم أن المقاومة بصدد شراء أو استخدام آلاف هذه الأجهزة لتحل محل الهاتف الذكي. من هنا بدأ الخرق. ثم يجب أن نصل في التحقيقات، لا نريد أن نستبقها، أين تم العبث بهذه الأجهزة؟ هل أثناء التصنيع أم أثناء التوضيب أم أثناء الشحن؟ هنا من هنا نستطيع أن نصل كيف تم الخرق. هل من الشركة المصنعة؟ سيادة العميد، هل من الطبيعي أن تتسلم جهة شحنة كبيرة جدا من الأجهزة دون أن تفتح جهازا واحدا كي تكشف على ما بداخله يا سيدي؟ لا، ما أنا قلت لك تم الكشف عليها، ولكن الأجهزة المتوفرة في كل دول العالم، الأجهزة المتوفرة التي تكشف على المتفجرات لا تستطيع بسبب الحرفية. يعني حأعطيك مثلا فكرة بسيطة. نعم. يقال أن هذه الحشوات وضعت في الآي سيات. الآي سي هذه الآي سيات التي توضع في الأجهزة كف إلكتروني، وضعت في عدد من هذه الآي سيات هذه الحشوات المتفجرة، بشكل أنه حتى السنسورات ونوعية المتفجرات مختلفة وحديثة جدا، لا يمكن كشفها بالمتحسسات وبالسنسورات وبالسكانرات المخصصة لكشف المتفجرات.
تم كشف عليها من قبل أمن المقاومة ولم تستطع أن تستكشف أن تكتشف هذا العبث بالأجهزة. نعم. اسمح لنا أن نذهب الآن إلى واشنطن حيث السيد إيفان آيلاند كبير باحثي معهد الاستقلال. الزملاء يخطرونني أنك مرتبط بموعد سيادة العميد، ولهذا سنطلق سراحك على وعدي أن نلتقي مجددا في القريب. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد منير شحادة منسق لبنان السابق لدى اليونيفيل والرجل الذي تقلب في الكثير من المناصب الأمنية والعسكرية في لبنان. وكأنك تريد أن تضيف كلمة أخيرة سيدي، تفضل. أنا أريد أن أضع هذه الجريمة في إطارها الصحيح. هذه لا تعتبر من ضمن الحرب ما بين المقاومة وإسرائيل، وهذه العملية لا يمكن تصنيفها أنها عمل أمني، إنه عمل إرهابي بامتياز، بشكل أن إسرائيل كانت تتوقع أن عدد الأجهزة الموزعة على عناصر المقاومة هم 4000 جهاز، يعني هي تتوقع قتل 5000 عنصر في دقيقة واحدة. اثنين، هذا العمل الإرهابي لم يطل فقط لبنان ومقاومته، إنه أطال أيضا التكنولوجيا في العالم، لأن إسرائيل استخدمت التكنولوجيا للقتل. يعني كل شركات التكنولوجيا في العالم عليها أن تعيد حساباتها، لأن هناك ما يسمى بدولة استخدمت التكنولوجيا في الحرب. يعني من الآن فصاعدا أصبح هناك خوف لدى كل العالم، وحضرتك سألتني السؤال هلا من شوي، سألتني هل الهاتف النقال أيضا ممكن أن يتفجر؟ فإذن هناك أصبح هناك طبعًا خوف طبعًا كل العالم من كل والله والله سيادة العميد. يعني لولا أن وقتك ضيق كنت سألتك، طيب ما دام الأمر بهذه الفداحة، ما دام الأمر بهذه الفداحة سيادة العميد، كيف نثق فيما نحمله من أجهزة؟ ودعني أصعد خطوة، كيف نثق فيما يحمله حكامنا من أجهزة؟ أليس هذا سؤالا؟ صح. كنت تتحدث منذ قليل عن الفكاهة في لبنان. أيوه. وضاع التليفون في الثلاجة وكذا. هل وهناك أيضا حديث ولو كان فكاهيا أن كل الـ يعني كل من يستعمل أجهزة إلكترونية، المايكروويف، اللابتوب، الآيباد، كل شيء إلكتروني أصبح مخيفا بالنسبة للإنسان. يعني كل شركات الإلكترونيات في العالم أصبحت يجب أن تعيد حساباتها، لأن هناك دولة منتسبة إلى الأمم المتحدة خرقت هذه التكنولوجيا واستعملتها بغير اتجاهها. صحيح. التي هي في سبيل تطور الإنسان، استعملتها في حروب، استعملتها للقتل. أفقدت يعني الجنس البشرية بأسره، أفقدته بعضا من إحساسه بالأمن. تصور سيادة العميد. نعم. يعني ضربة إسرائيلية واحدة آذت كل البشر. يا سيدي. صحيح. مرة أخرى أشكرك جزيل الشكر وأتمنى أن تشرفنا في لقاء قريب سيادة العميد منير شحادة منسق لبنان السابق لدى يونيفيل. شكرا. أذهب الآن إلى واشنطن حيث سعادة إيفان آيلاند كبير باحثي معهد الاستقلال، وأبدأ بالاعتذار إليه، تأخرنا عليك سيد آيلاند. لكن ألا تشعر سيدي الكريم أنه خلال اليومين الماضيين حينما يسأل المتحدثون باسم البيت الأبيض، حينما يسألون عن تعليقهم بشأن ما حدث من جريمة في لبنان، يقولون ليست لدينا أدلة إنها إسرائيل، لا نعرف من ارتكب هذا الفعل، لا نعرف أبعاده، لا يعرفون. أتصدق سيد آيلاند أنهم لا يعرفون بالله عليك؟ أعتقد أنه فيما يخص إسرائيل أنها هي وحلفائها أنها عملية استخباراتية بالكامل. بالطبع أن إسرائيل قد أبقت الأمر سرا، والأمريكا نوعا ما وهي حليفة مع إسرائيل، لكنها لا ترغب في أن يعلم الجميع أنها كانت على دراية، فلا ترغب أن يظن الجميع أنه كان سرا للقوات الإسرائيلية. ولكن من يعلم أنه أصبح أمرا سخيفا للغاية؟ أؤيدك في هذا. ما هي علاقة
القوة التكنولوجية الفائقة للولايات المتحدة الأمريكية بما ارتكبته إسرائيل في تصورك؟ أسألك سؤالاً يتوجه إلى حدسك، إلى تقديرك وليس إلى معلوماتك. أعتقد أن إسرائيل قد قامت بهذه النجاحات التكتيكية بشأن استهداف حزب الله وحماس، وإنه بالطبع وهذا السلوك العنيف في الضفة الغربية وهذه هذا العنف الجاري مع حزب الله كلها عمليات عنيفة ومتهورة، وبالإضافة إلى حرب تحدث في غزة والآن يتوجهون إلى هذه الحرب مع لبنان وهؤلاء الجنود. ولكن أعتقد أن كل هذه الأفعال تعني أنهم يرغبون في حرب، يرغبون في أن يتحول هذه إلى حرب إقليمية، وأيضا بالإضافة إلى حسين كل هذا يعود إلى نتنياهو، وإلى أنه هو يحتاج أن يحارب شخصا ما في النهاية، إلا سيطرد خارج منصبه سيذهب إلى السجن. لذلك هو يستمر في عمل هذه الهجمات، هذا ليس منطقيا ولا يؤدي بأي شكل إلى السلام. هو لم يكن يحتاج إلى مزيد من الأعداء. سؤالي كان سيد آيلاند، هل إسرائيل الصغيرة قادرة على القيام بعملية فائقة التعقيد والتقدم التكنولوجي من هذا النوع وحدها، أم أن أمريكا ساعدتها بشكل أو بآخر، بشكل مخابراتي سري يمكن؟ وأكرر، أنا أسأل تقديرك لا أسأل معلوماتك. عم ربما قد حظيوا ببعض المساعدة من أمريكا، لقد حين قاموا بهذه العملية من قبل في إيران كان هناك بالطبع تعاون من قبل الاستخبارات الأمريكية. هناك احتمالية كبيرة أن الولايات المتحدة قد ساهمت أيضا في هذه العملية، فإن إسرائيل لديها أيضا العديد من التقدم التكنولوجي في هذا السياق. ولكن أعتقد أنه فيما يخص الهجمات السيبرالية فإن الولايات المتحدة هي الأولى في العالم، لذلك من المتوقع كثيرا أنهم قد ساهموا بشكل ما مع القوات الإسرائيلية أو وجهوهم كيف يجروا هذه الهجمات. أذهب الآن مجددا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سعادة الدكتور طارق عبود أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور طارق، كيف استقبلت كلمة السيد حسن نصر الله سيدي؟ تحياتي بداية. أولا يعني كان السيد نصر الله واضحا وواقعيا ومنطقيا عندما قال إن المقاومة تلقت ضربة كبيرة على مستوى الاختراق وعلى المستوى العملية التي حدثت، ولكن أيضا فصل أن الموضوع من ناحية تكتيكية هو نجح، ولكن على المستوى الاستراتيجي لم يؤثر ذلك لا على بنية المقاومة ولا على قيادة يعني السيطرة والنظم، إضافة إلى أن معظم المقاتلين الموجودين في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلة لم يتأثروا بهذا الموضوع، والدليل أن المقاومة استمرت بعملياته أمس واليوم بشكل مكثف. يعني كان الإسرائيلي يهدف من خلال هذه العملية إلى إرهاب المقاومة في لبنان، تخويف المقاومة في لبنان، وأيضا إرهاب البيئة الحاضنة لها. طبعا الموضوع كبير جدا، لكن هل رأيته أنت كلاما مقنعا دكتور طارق؟ نحن نفهم أن السيد حسن يريد أن يطمئن كوادره وقواعده وأن يظهر وجها صلبا في مواجهة هذه الكارثة، لكن هل اقتنعت أنت بما قاله؟ شبكة اتصالات الجماعة دمرت يا سيدي. جزء من هذا جزء من شبكة الاتصالات. البيجر هو جزء يحمله معظم يعني عناصر حزب الله الذين يتعاطون بالشؤون المدنية.
نعم. يعني اذا شفنا شاهدتم المشاهد على السوشيال ميديا، كان الشباب الذين يحملون البيجر في المحلات، في محلات الخضار، وعلى الشوارع وفي البيوت وفي السيارات، يعني يمارسون حياتهم المدنية العادية، طبعا يتلقون الإنذارات، يتلقون الرسائل لمعرفة الوضع العام، ولكن ليسوا، يعني لم يكونوا في مواقع عسكرية. إذا هذا الموضوع بالنسبة لمنظومة الاتصالات، وهي متنوعة ومتعددة، هذا جزء صغير من منظومة الاتصالات. طبعا الأعداد كانت كبيرة، لأن هذا الجهاز يعني معروف عنه أنه آمن ولا يصدر رسائل، هو يتلقى فقط الإشعارات. فالموضوع يعني طبعا هو كبير جدا، ولكن يعني الكلام عن تدمير منظومة الاتصالات هو كلام مبالغ فيه. طيب دكتور طارق، لا نريد يعني أن ننجر إلى المبالغات، لكن أنت تعرف قدر ذهولنا وألمنا، يعني من حقنا أن نصاب بالألم يا دكتور طارق. قل لي أرجوك، من الذي سيحقق؟ وهل الجهات التي ستحقق ستستغرق وقتا بلا حدود كتلك الجهات التي تحقق في انفجار مرفأ بيروت يا دكتور؟ لا، الموضوع هذا خاضع لأنه عملية عسكرية أمنية معقدة، يعني هناك سلسلة التوريد، من أين أتت هذه الفيجرات، من أي مصانع صنعت، وإذا كان هناك وسيط قطع الطريق بدل هذه الأجهزة، أو أنهم أدخلوا عليها هذه الكمية من المتفجرات حتى تصبح يعني عدوا وقابلا للانفجار. طبعا يعني عند المقاومة هذه السلسلة معروفة، فلذلك يعني عندما يتكلم عن تحقيق، ويتكلم عن تحقيق جدي وتحمل مسؤوليات، وأيضا يعني كمان في إشارة في خطاب السيد نصر الله أن الجهة التي صنعت هذه يعني البيجر أو هذه الآلة أو وسيلة الاتصال تتحمل أيضا مسؤولية. يعني في هناك أشياء حدثت، هناك كارثة كما قلت، وكلنا والشعب العربي والشعب المسلم يعني قلبه مفطور على هذه العملية، خاصة أنها طالت مدنيين. يعني لم يكن كل الذين انفجرت في وجوههم، هذا هناك أطفال استشهدوا أو فقدوا عيونهم أو بترت أصابعهم. يا أخي طبعا الوضع في غاية الإيلام يا دكتور. صح. صح، ولكن نحن في حالة حرب. الذي يريد أن يقاوم إسرائيل والذي يريد أن يقاوم الولايات المتحدة الأمريكية عليه أن يتحمل الثمن. وهذا هذا هو موطن سؤالي الأخير لك دكتور طارق قبل أن أعود إلى واشنطن مجددا. هل اللبنانيون على قلب رجل واحد في هذا الشأن؟ ألا يشعر بعضهم على الأقل بأن حزب الله خذلهم، أو بأنه يجرهم إلى كوارث من هذا النوع دون أن يستطيع حمايتهم؟ دكتور طارق. طيب، في كل الأحوال مشاهدي الكرام، أتمنى أن يكون الدكتور طارق عبود قد استمع إلى سؤالي، لأننا سنعاود الاتصال به كي نستمع إلى إجابته. الآن أعود إلى واشنطن حيث سعادة إيفان آيلاند. سيد آيلاند، المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الأمريكي الحالية السيدة كمالا هاريس قالت بمنتهى الوضوح قبل ساعات: التزامي بضمان أمن إسرائيل ثابت كالصخرة. وهو كلام لا يختلف كثيرا عما يقوله المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكأنه في شأن إسرائيل اتفق الجانبان المختلفان على كل شيء آخر. سيد آيلاند، كيف تفسر ذلك سيدي؟ حسناً، بالطبع يوجد إجماع في هذا السياق بين العديد من الأعضاء في الحزبين بأن هناك دعم لإسرائيل، وهذا أمر تاريخي وفقاً لتاريخ المنطقة. فنحن جميعاً نعلم
فانه ربما اذا نظرنا الموضوع بشكل اوسع وفي هذه الحالة فإن الدعم المستمر لإسرائيل ربما نشعر أنه ربما يقل قليلا في الحزب الديمقراطي الجناح المتحرر حيث يكمن الشباب والمسلمين الأمريكيين. هذا قد ظهر كثيرا مؤخرا، وأيضا العديد من يعيشون في الولايات الحاسمة مثل ميشيغان التي أصبحت واحدة منهم التي تعد ولاية حاسمة في الانتخابات. لذلك فإن هاريس تحاول أن تحقق نوعا ما من التوازن، لازالت تحتاج إلى دعم إسرائيل وأيضا أن تظهر نوعا من الدعم للشعب الفلسطيني، لأن أعضاء في حزبها سوف يسألوها حول هذا الأمر، فهي أن تحاول أن تظهر هذا إنها لا ترغب في أن تنزلق في هذه المشكلة وتحاول أن تفعل ما بوسعها لوقف الحرب في غزة قبل أن تقوم إسرائيل بأي خطوة أسوأ لجري المنطقة لحرب إقليمية أوسع. لا أظن أن إسرائيل سوف تحاول العمل على هذا الأمر الآن، ولكن هاريس سوف تحاول هذا لأن هؤلاء الأشخاص الذين يقتلون بشكل مستمر في غزة، وبالإضافة إلى ما حدث في لبنان وما يحدث بوجه العموم. أذهب الآن مجددا إلى بيروت حيث ينضم إلينا من هناك سيادة العميد أكرم سريوي خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية. سيادة العميد، نسعد كثيرا بانضمامك إلينا. ما تقييمك لما حدث خلال اليومين التعيسين الماضيين سيادة العميد؟ أتحدث عن الجريمة الإسرائيلية الجديدة. تحياتي لك ولجميع المشاهدين. الحقيقة يعني ما حدث هو غير مسبوق على المستوى العالمي، يعني أن تقوم دولة باستهداف وسائل مخصصة للاستخدام المدني وتحولها إلى سلاح لقتل المدنيين ومن يكون بالقرب من يحمل هذه الأجهزة، أن تستهدف المدنيين بهذا الشكل الوحشي، هذه جريمة إرهابية. وأعتقد يعني النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة اليوم لعدم استخدام الوسائل المخصصة للاستخدام المدني كوسائل قتل ووسائل عسكرية يعبر خير تعبير عن أن إسرائيل انتهكت كل المقاييس، انتهكت بشكل فاضح وكبير جدا القوانين الدولية، خاصة قانون الحرب، القانون الدولي الإنساني وبروتوكولات جنيف. إسرائيل فيما أقدمت عليه استخدمت ما يشبه استخدام سلاح الدمار شامل، لأنها أرادت أن تقتل ما يقارب من 5000 شخص مدني. ليس فقط من يحملون، سيادة العميد، ليس فقط من يحملون هذه الأجهزة، العيال حولهم، العجائز، المدنيون حولهم، يعني أنت لا تحمل الجهاز في فراغ سيادة العميد. نعم، لذلك أقول أنها استخدمت ما يشبه السلاح دمار شامل. صحيح. لأن المعيار في سلاح الدمار الشامل أنه يستهدف المدنيين ويلحق أضرار جانبية بأشخاص لا علاقة لهم بالقتال. يعني القانون الدولي الإنساني، قانون الحرب، يفرض على الجيوش التقيد بقواعد السلوك العسكري، أي أن يكون الاستهداف محصورا بالأهداف العسكرية وبالأشخاص العسكريين الذين يشاركون في القتال. حتى الرجل العسكري عندما يلقي سلاحه يمنع على أي جيش أن يقوم بقتله. لذلك ما تقوم به إسرائيل هو جريمة بحق الإنسانية، جريمة بحق كل الشعوب التي تقدر حقوق الإنسان وحرية. صحيح. الإنسان. صحيح. سيادة العميد، لأننا من سوء حظنا أنك شرفتنا في اللحظات الأخيرة من هذه الحلقة، لم يتبقى وقت. تلغرافيا لو تكرمت، هل اللبنانيون على قلب رجل واحد وراء حزب الله في هذه المعركة، أم أنهم منقسمون ويرونه قد جرهم إلى كارثة لا يستطيع لها دفعا؟
يعني لا شك لبنان بلد متنوع وفيها آراء متنوعة ومختلفة، لكن في هذا اليوم يعني في هذا العدوان الإرهابي الإسرائيلي، اللبنانيون توحدوا خلف الحكومة اللبنانية وخلف الموقف الوطني اللبناني الذي يدعم المقاومة في الدفاع عن لبنان وفي مواجهة هذا العدوان الغادر الذي ينفذه الإسرائيلي بكل وحشية، أكان على المدنيين في لبنان أو على أهلنا في جنوب لبنان وعلى القرى والمدن في الجنوب. سيدي الكريم، أقدم لك وافر امتناني وأتمنى أن تشرفنا بالحضور على شاشتنا مرات مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا لسيادة العميد أكرم سريوي خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية. وافر الامتنان أقدمه لضيفي الكريم الصبور السيد إيفان آيلاند، كبير باحثي معهد الاستقلال الذي شرفنا من واشنطن. شكر مضاعف والله سيد آيلاند. مشاهدي الكرام، الشكر الجزيل لكم بدوركم. مرة أخرى أتقدم برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ليس لدي سواه في الحقيقة. إسرائيل سلبت منا، نحن البشر سلبت منا بعضا من أمننا، أعده إلينا يا جوتيرش إن استطعت. يا جوتيرش إن استطعت.